اشهر سبب احنا بنشوفه في العيادات مثلا، اشهر سبب لفقدان الشهيه هو الديدان عند الاطفال. الديدان احد الاسباب الرئيسيه لفقدان الشهيه عند الطفل. وحتى تفتكري ما كنت روحتي كشفت عليه من فتره قريبه، رجعتي معاه الدكتور كاتب له الفلاجيل كنتيجه للاسهال او الشيء اللي كان موجود عنده، مش حصل معاكي كده بالظبط؟ تمام كده ولا ايه؟ يعني انا عرفت ما تقوليش ازاي عرفت بقى؟ لا انا فعلا جبت له اللي هي الشربة ديت اداره مرتين واديته في الاجين، بس برضو يعني ما يعني شوفي انا قلت لك اللي عنده اهو، يعني السبب الرئيسي اللي موجود عندنا لفقدان الشهيه اللي موجود عند ابنك دلوقتي نقدر نقول بشكل قوي جدا الديدان. يبقى لابد ان احنا عشان نعالج فقدان الشهيه عند الطفل لابد ان احنا نعالج الديدان. مشكلتنا ان احنا كلنا بلا استثناء بنروح المستشفى الدكتور بيكتب لنا الفلاجيل او بيكتب لنا اي دواء مثلا بناء على نوع البكتيريا او الديدان اللي موجوده عند الطفل، بنمشي عليها يوم يومين الاسهال بيروح، صحته بتتحسن، بيتحرك، ما عندوش الاعراض بتاعته، بنروح خلاص سايبينه ومش بنكمل الجرعه بتاعته للنهايه. ده العاده الاساسيه في كل بيت مصري مش عندك انت بس. يعني ده الحاجه الاساسيه. انا ما فيش حد في الشعب المصري ما خدش الفلاجيل في يوم من حياته. الفلاجيل يعني في كل بيت وفي كل مع كل الناس. فالديدان كنتيجه الديدان دي تقدر تقول الشعب المصري كله عنده، وخصوصا الاطفال. بنيجي نتكلم مثلا وليكن اكتر حاجه ممكن نشوفها في العياده نقدر نقول ان الديدان. خليني اقول لك دلوقتي، احيانا انا برضو مش عايز اجزم، احيانا الطفل بيرفض الاكل كنوع ان هو مثلا ممكن يكون ليه اخت صغيره، انا ما اعرفش، ممكن يكون ليه اخت صغيره او ليه حد مثلا صغير شايف الاب والام بيهتموا بيه اكتر من اللازم، فعلشان يخلوهم يديهم نوع من الاهتمام يبدا يرفض من الاكل علشان يعني يحسسهم من يعني عشان يرجعوا زي الاول يحبوه زي ما بيحبوا مثلا وليكن الطفل اللي موجود التاني او شيء. فنقدر نقول ان الطفل احيانا بيرفض الاكل بشكل ارادي، بس هو يحسسك ان هو مش عايز ياكل في سبيل ان هو عايز يوصل لك ان انا برضو محتاج مزيد من الرعاية ومزيد من الحب ومزيد من الاهتمام زي الشخص التاني، لو مثلا في طفل تاني موجود معاه وحاسس ان انتوا بتهتموا بيه اكتر منه. فدي بنقدر نقول من ضمن الاضطرابات النفسية والعصبية والسلوكية اللي بتحدث لبعض الاطفال، مش كل الاطفال طبعا. يعني نقدر نقول برضو شعور الطفل بالخوف وعدم الشعور بالامان، شعور الطفل بالخوف وعدم الشعور بالامان في فترة معينة مثلا من وقته برضو من ضمن الحاجات اللي تخلق تضعف شهيته. برضو من ضمن الحاجات الاساسيه، ولا تلاقي ما فيش طفل برضو، احنا قلنا عند الديدان سبب في الديدان سبب في فقدان الشهيه، وايضا الديدان كنتيجه لوجود الديدان وعدم علاجها بيسبب حدوث انيميا، فالانيميا ايضا سبب في فقدان الشهيه. فالتعرض لمرض فقر الدم بيعمل على اصابه الطفل بضعف الشهيه. يبقى احنا كده عرفنا ايه الاسباب. يبقى دي السببين الاكثر شيوعا. ممكن برضو اتكلم معاكي دلوقتي، يعني نقول ايه، يعني هما دول الثلاث حاجات، قلنا الانيميا، قلنا الديدان في الامعاء، قلنا ان الطفل يعني عايز بقى يحس بمزيد من الاهتمام فتلقائيا يبدا يلجا لبعض الحيل عشان يحس بالغيره، يعني يلجا ببعض الحيل علشان يحس بمزيد من الاهتمام. والله ديت، طب انا دكتور دلوقتي اعمل ايه؟ انت قلت لي حاجات كتير صح كده، انت دلوقتي بتقولي ماشي كويس احنا عرفنا السبب، امسك ايه ولا ايه ولا ايه، احل ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا هقول لك دلوقتي ازاي الطفل بيصاب بديدان علشان تعرفي الحاجات اللي بتخلي الطفل يصاب بديدان علشان تحاولي تبعدي عنها، علشان تبعدي عنها فتلقائيا الطفل يعافى بشكل سريع. نقدر نقول ايه؟ اول حاجه بنقول ان النظافه بعد استخدام المراحيض. الطفل بيطلع من الحمام مش بيهمه اصلا يغسل ايده او ما يغسلش ايده، ومش عايز بقى يعني فكره ان هو هيغسل ايده بقى، هو على طول يغسل ايده بسرعه كده وعايز يطلع بسرعه، حتى لو انت بصيت على ايده بعدها ممكن تلاقي بعض الفضلات او بعض الاشياء كنتيجه لعمليه البراز موجوده على ايده، او ريحه ايده وحشه او شيء من هذا القبيل كنتيجه لاهماله يعني. فاحنا دورنا ان احنا لازم نوعي الطفل ونفهم الطفل حتى في السن الصغيره ان عدم غسل الايد ممكن تسبب لنا ديدان. تقعدي كده تفهميه بس بشكل طفولي يعني.